اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه الفيسبوك. نحن نتواجد في ساحه سيسين حيث تجمع عدد من المواطنين ومن مختلف المناطق اللبنانيه للاعتصام هنا، وذلك بالتزامن مع وقفات في مناطق متعدده وايضا في بلدان متعدده في فرنسا وفي سويسرا ومختلف البلدان. طبعا هناك شعارات كبيرة ترفع هنا، العنوان الأساسي هو حلم لبنان، مثل ما عم نشوف الحياد، السيادة واستقرار، كل هذه العناوين رفعها المعتصمين. يعني طبعا التجمع والأعداد لا بأس بها هنا في ساحة سيسين، يتم الطلب من المواطنين بالخروج إلى وسط الساحة تمتلئ بالمواطنين وبالمعتصمين. مثل ما عم نشوف عم ينسحبوا، خلينا هيك نفرجيكم الصورة بشكل أوضح. عم ينسحب المعتصمين إلى وسط الساحة هنا طبعا للمطالبة بالحياد وبالحرية والاستقلال، خصوصا وأن لبنان يمر في ظروف اقتصادية ومالية صعبة جدا، وبالتالي أصبح المواطن اللبناني أسير للذل على محطات الوقود وعلى الصيدليات، ولذلك يعني هذا الغضب اليوم اللي مدفون داخل كل لبناني تجمعوا هنا في ساحة سيسين على أن يكون هناك تحركات أيضا في الأيام المقبلة. يعني خلينا هيك ناخذ رايك، اول شيء من وين حضرتك جاي؟ نحن جايين من طرابلس، من عروس الثوره، جايين نقول لهم انه الثوره مكمله، مكمله بهمه هالشباب، بهمه هالصبايا، جايين نقلها للطغمه الفاسده انتوا الى زوال، ونحن مكملين بهمه الشباب مش بهمتنا نحن الختياريه. بدنا نقول لهم انه بيكفي بقى مخاصصه وتقسيم وزارات، وما راح يبقى وطن، ولك احترموا حالكم وحثوا على دمكم. 30 سنه نهبتوا لبنان، 30 سنه تعاقبتوا على نهب لبنان، وبعد بدكم ترجعوا تحرقوه وتفجروه مره ثانيه. فجرتوه، قتلتوا اهله، هجرتوا شبابه، هجرتوا الادمغه، هجرتوا طلابه اللي ما عم يقدروا يجيبوا اكل، مش انه يتعلموا بالغربه، ما بقى عم يقدروا يجيبوا اكل، عم تشحطوا اولادنا بالغربه. ولك لبناني الكرامه، اللبناني هو العزه، هو الشرف، خليتوه يصير شحاد ببلاد الغرب، لك عيب عليكم. لبنان اللي صدر العلم للعالم، اللي صنع الضوء بالعالم، اللي صنع الكهرباء بالعالم، عم بيعيش بالعتمه، وانتم يا خنازير يا خونه عم تبيعوا لبنان. هلا بلشتوا تبيعوا بالمياه الاقليميه، المياه الاقليميه 2239 كيلو متر مربع رح يروحوا من لبنان يا خونه، يلي بعتوا كرامة لبنان، يلي بعتوا شرف لبنان، انتوا اللي بعتوا شرف لبنان، انتوا اللي فجرتوا لبنان، انتوا اللي هجرتوا اولاده، انتوا اللي عم تخلوا شبابنا واولادنا يموتوا ابواب المستشفيات، وعم ينزلوا على ابواب محطات البنزين، وبعد بدكم تحكمونا، ولك فشلتوا بعينكم، انتوا الطغمة الفاسدة، وانتوا الاحزاب كلها سوا، انتوا احزاب السلطة كلها، فشلتوا بعينكم، ترجعوا مرة ثانية، ممنوع حدا ينزل على باب المستشفى، ممنوع حدا ينزل على باب محطات البنزين، ولك اولادنا اللي مهجرين برا، ما عم يلاقوا لعبة الأكل، ولك مش عم يقدروا مش يتعلموا، ولك مش عم يقدروا ياكلوا، لك الدولار الطلابي منعتوه، ولك وهلا في فن جديد لهذا الكلب، لهذا الخنزير، حاكم مصر في لبنان، لك سرقتونا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعد بدكم ترجعوا تسرقونا، ولك هيدي مش بس كابيتال كنترول، ولك هيدي أكثر من كابيتال كنترول، ولك هيدي سرعة موصوفة، ولك هيدي سرعة موصوفة، ولك أنتوا عم تحرسوا الشباب اللي عم تنزل تقطع طريق،
ولكن 30 سنة ملفات فساد بالجوارير محطوطة بالجوارير. بس أي عاد تجرأوا وطلب واحد من المسؤولين على المحاكمة أو المحاسبة، عم تحاسبوا واحد عم يقطع طريق أو عم يطالب بحقوقه. ولك أنا نفسي بس أعرف واحد بس قاضي عادل، حسب واحد حاكم فاسد بهالبلد. أنت ما بتأمن بالقضاء. مرحبا الساكت على الحق شيطان اخرس. انت بتنط قاضي عادل وقاضي هبل. يعني فينا نقول المواطنين اليوم خلال هذه التظاهرة هم جاءوا من مختلف المناطق اللبنانية ليصرخوا كفى. خلينا نجرب. مرحبا حجة، يعطيك العافية. من وين حدرتك جاية؟ من عكار. من عكار. اليوم جاية على بيروت على ساحة ساسين، شو جاية تقولي؟ شو أكثر شيء حابة أنك توصليه اليوم؟ والله يا أختي شو بدي أقول لك، لقلك قد ما حكيت من وين وقليل، محرومين من كل شيء، من كل شيء، لحتى لقمة الخبز يحرمونا اياها. لا دواء ولا مستشفى ولا طبيبة ولا أكل. حبة البرغل ما بقى فينا نشتريها، ونحن قاعدين على حبة الأرض، لا شغلة ولا عملة. كان عنا نفس الشغل نفس الأرض، نروح لفلحن ولكن منها لا ما بقى عنا شيء. كله البدار صار بهالقد، ما بقى عنا شيء نشتغله. يعني موتونا، أكثر من هيك موت ما بقى فيه، أكثر من هيك موت. يعني اليوم عم نشوف انه من كذا منطقة جايين كل المواطنين لحتى يصرفوا كفى. يعني اليوم عنا أزمة بنزين، عنا كل شيء. أجار طريق ما بقى معنا ننزل على شغلنا، أجار طريق ما بقى معنا ننزل على شغلنا، ولا بقى في بنزين ولا في مازوت ولا في شيء. بعدك لهلا بتشتغلي؟ سنة أشتغل شو بدي أعمل؟ ما عندي حدا، بدي أعيش بالأرض. شو بدي أعمل؟ وشغل الأرض ما في. البدار غالي، البطاطا غالي، بقولوا لك نحن شو بدنا نزرع هيك؟ لا مي في لحتى اللي صغير، لا نفس سماد اذا بدنا يرسلوا له دواء او شو، ما في شيء. شو عندنا هيك؟ ما بقى عندنا شيء. اكثر من هيك موتي ما بقى في، عن جد ما بقى في موتي. اجانا الكورونا الا الحمد لله، نشكر الله ونحمده. اجانا البلا واجانا الا معلش، اجى الحرب واجى كلهم الا معلش. بس كمان يموتونا للارض ما لا الله هيك، ما بقى في يعني. طفح الكل. شكرا لك. أول شيء بدي أقول للناس ما تسكت، اللي عندها مصاري بالبنك. أنا مصاري ما معي، الناس تطلع على البنوك ترمخ تاخذ مصرياتها، ما تسكت اللي عندها مصاري. أنا أمي ماتت لها 3 أشهر، كان بدهم بياكلوا التاي، بعد لهلا أنا زعلانة على أمي، لأن أمي لها شهرين متوفاية، كثير هلا أنا معترة، بفوتش عم طعميها أكل خحاب. أنا أول ما عم فيي جيب لا جبن ولا لبن ولا شيء، لأنه كانت أمي تجيب طعمينا، لأنه هلا ما في شيء، الوضع كثير تعبان. انه عم يطالبونا نحن انه عم يحطونا بالحبس، هذول صرنا 10 أشهر، 10 أشهر بعد لهلا ما حدا شاف شيء، لا حدا انحبس ولا حدا انحكم ولا حدا شيء، انه لابس الصور، الله يرحمه. الكسندرا، الكسندرا مشاهير وحذر، بس عمرها 3 سنين 4 سنين. الكسندرا اللي توفت خلال او استشهدت خلال انفجار مرفأ بيروت. بونجور، يعطيك العافية. يعني اليوم عم نشوف انه ساحة ساسين امتلأت بالمواطنين، اليوم فينا نقول انه غاضبين. الازمة تلو الازمة تلو الازمة. برأيك اليوم شو لوين لازم تكون البوصلة متجهة بهيدي الازمة اللي نحن عم نعيش فيها؟ لك هلا نحن على تجربة سنة ونص من الصراع مع السلطة هاي، وتحديدا يعني بعد جريمة مرفأ بيروت، ولهلا ما طلعت النتائج. هذه السلطة ما زالت متماسكة وقادرة على تدوير الزوايا بينه وبين بعض. بمعنى تاني، رغم كل الخلافات بينه وبين بعض حول تشكيل الحكومة، إنهم متفقين علينا وعلى استمرار هذه المنظومة في أنها تكمش البلد. نحن بحاجة، نحن بعد مسار سنة ونص تقريبا، نحن بحاجة إلى إعادة تقييم عمل الانتفاضة ووضع استراتيجية وخطة جديدة، لأنه
استنفدنا كل الوسائل اللي كانت بين من قطع طريق الى من قطع طريق لاعتصامات لا قطع طريق اعتصامات هيدي بتفيد بس مش هي الحل. هي الحل ان نقدر نكفئ كل مجموعات انتفاضه كلها تتفق على برنامج وخطه سياسيه متدرجه لنوصل بعدين الى كيف بدنا نقدر نحن ما نكبر الشعار انه اسقاط النظام، نقدر نلوي زراعة هالسلطة هاي، نقدر نجابشها، نقدر نقول هيك ما بيمشي الحال، نفرض شروطنا الثانية. بس نحن بهاللحظة هاي لا قادرين نفرض شروط وليس لدينا القوة ان نحن نقدر نعمل التوازن بينه وبين السلطة لنفرض شروطنا اللي بدنا اياها. هيك حشود صرنا فترة زمنية طويلة ما شفنا هالحشد هذا اللي موجود. صحيح اليوم عدد كبير ان شاء الله، عدد كبير ان شاء الله تكون هي مترافقة التحركات هاي مع الانهيار المالي والاقتصادي والبنيوي اللبناني اللي عم يحصل هي، واللي اذا حصل حيعمل ارتطام كبير على الارض هي. ما بعرف قديش حيكون مجال الاتساع تبعه على صعيد يعني الشعبي هي، وقديش قادرين نحن ننتسب للناس لنقدر نكون قيادة لهم أو نقدر نمشي نحن وياهم سوا. شكرا لك على هذه المتاخة خالي. دايما دايما لازم دايما ناخد طبع ونعرف انه نحن لبنانية فقط، نحن لبنانية، نحن جسم لا يتجزأ. لازم يكون عندنا مرحلة وعي بهيدي الفترة والفترة القادمة لحتى نبني وطن ونبني مؤسسات شفافة ونعود كل شيء فيه خسارة مرقت علينا من 40 سنة. بالنسبة لنا هذا استعمار السياسيين، هول الفاسدين، هول غشوا الشعب وغشوا وسرقوا الوطن. نحن اليوم شعب هيدا بده جاي يبني وطن عن حقه حقيقي، بدنا نشوف بلد بيليق فينا، بدنا نريح اولادنا، ما نشوف مستقبل لاولادنا كمان. كفى اليوم ظلم، كفى كذا، الواحد من اخطائه بيتعلم. انتخب بالماضي، انتخب ناس اكس كذا وعرف انه هيدا الانسان اللي اعطاه امانه خان الامانه. فلازم اليوم نتعلم من غلطنا ولازم نصحح كل اغلاطنا لنريح حالنا ونريح اولادنا. شكرا لك. يعني اليوم الناس بيسألوا وين الناس مش بالثورة، للأسف وصلوا الناس لوضع انه الناس ما بقى مع أجار طريق تنزل تتظاهر، يعني إذا اشتغلت بتعيش يومك يومك، ما اشتغلت ما بتعيش، الناس بحالة لا يرثى لها، مش إذا ما في ناس معناتها الناس معهم، الناس كلها ببيوتهم ضدهم، حلهم يعرفوا هيدا الشيء، يرحلوا بقى، يحلوا عنا. يعني كفانا العالم انزلت عم حطات البنزين، العالم انزلت بالسوبر ماركت، شو بدهم اكثر من هيك بعد؟ خلي يفلوا ويريحونا. بدنا انتخابات لتفصل. الانتخابات هي بتقول اذا هن معهم حق ولا الشارع معه حق، واذا الشعب رايك السلطه خايفين اليوم من الذهاب الى انتخابات؟ بالعكس بالعكس، هي الحل الوحيد. يا اما هن بضلهم مربعين على السلطه وسحطين على قلبهم لانه شعبي بيستاهل الذل، بيكون هو اختار الذل، او الانتخابات بتبين انه هيدا الشعب ما بده اياهم. هي الانتخابات حد فاصل. اذا الانتخابات بتجيبهم لقلهم بالسلطه، هيدا الشعب لازم يضل مذلول ومطوح امام الزعماء الطائفيين بالبلد. واذا الانتخابات هي بتفصل بتنجح الثوره فليكن الانتخابات بتكون حد فاصل. انا ما بدي زيد شيء على كلامه، بس بدي في كلمه بدي اقولها، انه انا باكد ومصر وعندي قناعه كثير كبيره انه هول الطبقه الفاسده وقف الزمن عندهم، هلا بلش المستقبل عنا. يعني شوفي هن وين وشوفي نحن الحياه لنا، هن انتهوا بالحياه. شكرا لك على هيدي المداخله. نسمع الأغاني الثورية في ساحة ساسيين. دولة
يبقينا نطالب بالحرية. مساء الخير، مساء الخير، مساء الثورة، مساء الثوار. نحن اليوم جينا على الأشرفية، على الأشرفية الأبية، جينا لعند خطنا كلنا نكون إيد وحدة وقلب واحد، جايين نوع رفاقة عز وكرامة من أجل لبنان الجديد، لبنان الحلم، لبنان ال 10452. اليوم كلنا حنوقف ونقول كلمة واحدة بالنسبة للكل. صوتك يا بلادي ما سمعتها. صوتي يا بلادي والحر ينادي، ثورة أحرار، شعبي سلام، كل مالك بلدي بستعمل ولدي، ثورة شعبية على الزهران والحرامية والحرامية. اليوم يا شباب ويا صبايا ويا اخواتنا من كل المناطق اللبنانية، اليوم نهار مصيري حيغير تاريخ من هاي اللحظة، تاريخ لبنان، لبنان الحلم حيكون موجود بيناتنا، الحلم بكل قلب شخص، كل شاب، كل صبية، كل لبنان بيحلم بلبنان جديد. اليوم بدنا نبلش نحققه، بوجودكم نتشرف، وتحية لإلنا ولأشرفية كلها ولأولاد الأشرفية. أكيد تحية كبيرة للاغتراب يلي هلا عم يتظاهروا من كل تحية لكل الاغتراب. تحية للاغتراب يلي هلا عم يتظاهر معنا من فرنسا ومن اوروبا ومن سويسرا، خاصة بساحل تروكاديرو. فينا نعزمك تقف تحت لنجد نحط كاميرات لايك. وين بدك؟ يعني مثل ما سمعنا طبعا هيدي التظاهرة هون بساحة سيسين عم تتزامن مع بس يعني سوري سوري روبرتو خليك معنا وين روبرتو؟ روبرتو روبرتو بليز لهون لهون، زحولنا بليز، ارجعوا لورا لو سمحتوا، وسعوا بس كرمال نتمكن هون ظهرك لهون. ما تعرفوا كثير ايه؟ اليوم مجتمعين، حتى مجتمعين بامريكا، امريكا الشماليه والجنوبيه وبكندا وباستراليا، ونحن هون موجودين هون بلبنان. تحيه لكل الموجودين هون. وين تحيه للموجودين هون، نحن جينا الميكرو، نحن جينا من عكار ومن طرابلس ومن بعلبك من البقاع ومن الجود ومن بيروت، بيروت الأبية، أي بيروت اللي ما بتنسى إخواتها. بيروت مانا عايشة، تيعرفوا من كل بيروت جينا لهون، واجوا معنا البدو. رؤيا خيي اجوا معنا البدو والعشائر العربية، طلعوا من شال نوم ثورة 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 ثورة. خليك خليك هلا
رجال هون، كيف دب الاوطان؟ كيف دب الاوطان؟ اليوم لازم نقول له كلمة. شو بدنا نقول له رجال هون؟ انا حابب اشوفكم كلكم صراحة. الاعلام مأيدنا، حاططني بوجه الكاميرات، بس انا ما بعرف احكي مع الا مع العالم. وهلا اليوم بدنا اسمع صوت الكل. صوتي يا بلادي ثورة، كل حر ينادي ثورة، ثورة احرار ثورة، شعبي يزور ثورة، كل مالك بلدي ثورة، الدعبة لولدي ثورة، ثورة شعبية ثورة، حالك ظالم ثورة، الحرامية ثورة، الحرامية ثورة، ثورة وطنية ثورة، طائفية ثورة، روبرتو ثورة، بعرفش كلمات ثورة، ثورة 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 ثورة، جميل.
إذا مشاهدينا الكرام سنكتفي بهذا القدر من البث المباشر وسنعود إليكم في رسائل لاحقة طبعا من ساحة سيسي بالتزامن مع تظاهرات في مختلف البلدان. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع الدعوة من بيروت.